شكرا يا عم عمران. ولا يهمك يا استاذ. الله يخليك يا رب. ماما هنحتاج ناكل ونشرب ونركب اي حاجه عشان نوصل لنانا سوسو. هنعمل ايه حبيبي؟ هنطلع فوق في بيتنا نرتاح وناخد حمام ونعمل انباك وكل حاجه. روح انده عم كامل البواب من العماره دي وهتلاقي اوضته تحت السلم. هو في اوضه تحت السلم؟ ايوه يلا روح. حاضر حاضر. عشان بس يساعدنا في الشنط دي. يا عم كمال. لا كامل. يا عم كامل. ما بيعرفش عم كامل اجنبي. يا عم كمال. كامل. الباب اللي تحت السلم. يا عم كامل. يا عم كامل. يا عم كامل. يا عم كامل. مام. عم كمال مش موجود. كامل. كمال كامل وات ايفر. لو كان ميت كان صحي. اوبس. طب تعالى معايا تعالى معايا. ازيك يا عم عمران؟ اهلا وسهلا يا استاذه. قول لي هو عم كامل فين؟ عم كامل البوابه بتعيش انت. مات؟ مات من اكتر من 15 سنه. يا حرام. مام انت هتعيطي دلوقتي؟ لا لا احنا لازم نعمل كده هنا. طب مين البواب الجديد؟ أسعد البواب، بس هو ومراته وبناته نزلوا البلد وهيجوا بعد أسبوع. هو حضرتك من نواحي دي؟ أنت مش عارفني يا عم عمران؟ لا أنت جيتي بالتاكسي كده ومليان شنط، قلت جاي من السفر، قلت لي إزيك يا عم عمران؟ قلت لك أهلا وسهلا يا فندم. أنا سميحة مراد جلال. الأستاذ جلال. مراد جلال افتكرته؟ لا. طيب. طيب يا عم عمران تعالوا. انتي هتقفي جنب الشنط وانا واخوكي هناخد شنطتين وننزل نكمل معاكي كل الشنط واحده واحده. تاخدي بالك من دول. اوكي يلا مام. بالراحه. You're a super mom. I love you. اشيلها لك. استنى استنى. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.